للمزيد حول قتل المتظاهرين السلميين من قبل القوات الأمنية والميليشيات في تظاهرات 25 أيار، ينضم إلينا عبر سكايب من برلين الناشط السياسي العراقي الأستاذ علي الشعلان. سيد علي الشعلان، مرحبا بك. لا تزال قوافل الشهداء تودع المتظاهرين السلميين في العراق من جراء استخدام القوات الأمنية الرصاص الحي. بما تفسر إصرار الحكومة وميليشياتها على انتهاج سياسة القتل ضد متظاهرين سلميين؟ نعم أخي، أحييك وأحيي مشاهديك الكرام في البداية، وأقدم تعازي إلى أهالي الشهداء الذين وقعوا في ساحة التحرير البارحة. ولكن أخي، العراق يستحق، والتحرر من الاحتلال الإيراني والطغمة الحاكمة في بغداد يتطلب من الشعب العراقي. علينا أن نعترف أنه لا توجد حكومة في العراق أخي. في البداية، ماذا يعني التظاهر السلمي أخي؟ هذا يعني إن كان لديك حكومة وطنية مولودة من رحم الشعب العراقي أخي، العراقي، ولديك برلمان حقيقي منبثق من إرادة الشعب العراقي، من إرادة الشعب سلميا. المتظاهرين سلميين، ورأينا حضرتك البارحة كيف دوامة القتل استمرت من تشرين إلى ماي، استمرت دوامة القتل. لكن هؤلاء أتوا إلى السلطة في قوة الاحتلال أخي، الاحتلال الأمريكي وحماية الحرس الثوري الإيراني. نعم حضرتك. الكاظمي في تصريحاته أكد أنه يعني أمر بحماية المتظاهرين. إذن يعني قتل المتظاهرين على هذا النحو، متظاهرون سلميون يتم قتلهم بسبب مطالبتهم بحقوق، هل يعني يعفي الكاظمي من المسؤولية كونه أمر بالحماية ولكن عمليات القتل مستمرة؟ أخي، وأنا بدوري أتساءل، وكل الناس الوطنيين الشرفاء نتساءل، هل يوجد لدى الكاظمي سلطة أو قدرة على حماية نفسه؟ احنا نتساءل، الناس الوطنيين، كل شرفاء العراقيين يتساءلون ونسأل، هل يوجد بالفعل حكومة في العراق أخي؟ هذه مجموعة مرتزقة استولت على السلطة بقوة السلاح وحماية دولة الإرهاب الإيراني للأسف. الكاظمي فقط يعطي وعود، لا يستطيع تنفيذ هذه الوعود لسبب هناك صراع على السلطة، بسبب انه الأحزاب الذي أتت مع الاحتلال الأمريكي لديها صراع على السلطة، صراع على الثروات، صراع على الوزارات. الشعب في وادي، وهذه الطغمة الفاسدة الحاكمة. اليوم الشعب العراقي أخي يرفع شعار إسقاط النظام. في بداية تشرين المباركة الشعب العراقي وشباب العراق رفعوا الإصلاح، شعار الإصلاح، لكن اليوم نرى أن الشعب العراقي وشباب العراق الأبطال يرفع شعار إسقاط النظام، وهذا ما يجب أن يحصل أخي في العراق. نحن لا نحتاج إلى 18 سنة ثانية لنهب ثروات العراق وقتل الشعب العراقي، نحتاج إلى دعوة فعلية حقيقية لإسقاط هذه الطغمة الفاسدة في بغداد. نعم حضرتك دكتور. نعم سيد علي، الثوار أكدوا يعني السيارات التي أقلت مدنيين كانت تحمل لوحات حكومية، ما فسره الثوار أنها ميليشيات لعبت دور في قمعهم. ترى يعني إذا كان الدور يعني واضح للميليشيات في قتل المتظاهرين السلميين، وهذا التورط واضح لأكثر من تظاهرة، لأكثر من تحشيد يحصل يعني يسال الدم العراقي، من يستطيع إذن الوقوف بوجه هذه الميليشيات؟ أخي، شيء طبيعي، هذه السيارات تابعة إلى الدولة العراقية، لكن الدولة العراقية لا تتمثل في هذه الطغمة الحاكمة الفاسدة في بغداد. استغلوا سيارات الدولة العراقية، نعم، لقتل شبابنا وأحرار العراق الأبطال المطالبين في الحقوق. هذول استخدموا سيارات الدولة. نعم. الدولة لا تعني هؤلاء اللي حاليا في السلطة في المنطقة الخضراء أو في الجادرية. نعم. استغلوا هذه السيارات لقتل
شبابنا. هؤلاء ميليشيات الأحزاب، الأحزاب الحاكمة اللي تحكم حاليا بلدنا للأسف. ونطالب هذه الأحزاب الفاسدة بالكف عن القتل. هؤلاء شباب عزل أبرياء، يأتيك في العلم، يأتيك في العلم، تأتيه في الرصاص. لماذا هذا القتل؟ لماذا هذا القتل؟ يعني أخي كانوا لما أتوا للسلطة كانوا يتكلمون أنه صدام وحزب البعث كان يقتلهم، وكان هسه نفس العملية، قتل المتظاهرين. المتظاهر ده يجيك سلمية يطالب بحقوقه، يطالب بالثروات النفط اللي هي حاليا أخي ده تتقسم على 12 أو 13 رئيس كتلة، ومن ضمن هاي الكتل أحزابهم الفاسدة. هذا شاب عراقي يريد يعيش بسلام. الكاظمي من جديد، الكاظمي دائما ما يعني يقول بعد كل عمليات قتل للمتظاهرين السلميين أنه سيقوم أو يأمر بفتح تحقيق حول هذه الجرائم والتي يسقط فيها الشهداء من العراقيين، ولكن نتائج هذه التحقيقات مجرد حبر على ورق. هنا يعني سيد علي، بعد الولوغ في الدم العراقي، هل بقي للدولة يعني دولة ما بعد 2003 التي أسسها المحتل الأمريكي وهذه طبعا الحكومات المتواترة، الحكومة والأخرى بسياساتها ودستورها وولاءاتها، هل بقي لهذه الحكومات شرعية ما؟ نعم دكتور، دكتور الكاظمي فتح العديد من التحقيقات، العديد من في حادثة اغتيال الشهداء في تشرين، ونأتي إلى أقرب حادثة اغتيال الشهيد الهاشمي، وهو كان من المقربين من الكاظمي. نعم. جدا كان من المقربين. أين نتائج هذا التحقيق سيد؟ أين نتائج هذا التحقيق؟ أخي هذول لا توجد بيدهم سلطة. يعني إحنا اليوم نشوف الكاظمي لا توجد بيده سلطة، ومن قبل عبد المهدي لا توجد بيده سلطة، ومن قبل المالكي والجعفري وكل هؤلاء لا توجد لديهم سلطة. السلطة في يد إيران، إيران تحرك اللعبة في داخل العراق. هذا مختصر مفيد. المال الكاظمي عفوا لا يستطيع تحقيق أي شيء من الأمن، وكل هؤلاء على هرم السلطة في العراق لا يستطيعون أي تحقيق، أي تحقيق أو أي إيجاد حل للمشكلة العويصة في العراق. نعم. الذي هم ابتعلوها بسرقة الأموال العراقية والنفط العراقي. نعم حضرتك، شكرا جزيلا لكم. عبر سكايب من برلين الناشط السياسي العراقي السيد علي الشعلان، شكرا لكم.